معلقتين كبار زيت نباتي، بصلة مفرومة ناعم، حبتين ثوم مفروم ناعم، معلقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور، وكوب حمص، 3 أكواب بسمتي، معلقة كبيرة رز بسمتي ومعلقة كبيرة بهارات، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كراوية، ملح وفلفل، وماء لتسوية الرز. نعم. هلا عبين بس ما هيك عم نسخن الزيت، وانا البصلة وسن بتعرف شو عملت؟ لما بجيب عادة البصل مقلي معي من البيت عشان ما تطلع ريحته، بس قليته شوي بالبيت حتى ما تطلع ريحة البصل الني، فهو مقلى شوي، هلا رجعت حطيته على النار حتى يرجع يسخن معنا. وسن شو رأيك تحدثينا عن المطبخ اليمني؟ انا طبعا عم بقولها انه من الاكلات اللي احنا بنعرفها كثير هي المندي. فبقولها ليه هالقد مشهورة فكرك؟ بتقولي لسهولتها، لانه هي من اسهل الاكلات مش هيك؟ كمان لانه العرب بشكل عام يحبوا الرز، يحبوا اللحم، صح، فيفضلوا الرز عن الخبز والعيش. عشان كذا المندي والمضبي كمان مشهور. المضبي اكيد كمان بنعرفه، يعني كل المطاعم تلاقي مندي يمني. مظبوط، رغم انه في اكلات كثير في كل دول الخليج حتى بتلاقي انه المطاعم صحيح. مكتوب عليها انه انهم بيقدموا المندي. طب شو في اكلات ثانيه وسن حتسينا؟ بالنسبه للمأكولات، في عندنا مأكولات بحريه، احنا عندنا يسموها المخبازه. المخبازة هاي المخبازة. أكلة شو هي؟ مجموعة أشياء. أول حاجة يكون في سمكة اللي هي تعرفوها الهامور. الهامور أيوة. تنعمل بالتنور. الله. فعندنا التنور باليمن يسموه المخبزة، عشان كذا مسمينا المخبازة. كمان المخبزة عبارة عن فتة، في فتة التمر، الخبز العادي اللي هو نفس النانا الهندي نفس يفتوه مع التمر. يا سلام. ونفس الخبز كمان يفتوه مع الموز، هذا لوحده وهذا لوحده، والسمك لوحده. فتكون حلو. يعني كذا مجموعة أشياء. لا أكيد أكلات زاكية، بدنا نستضيفك مرة تطبخي إن شاء الله. طيب هلأ بس بنت أنا البصل بلش هيو يتقلى معاي. هو أوريدي مقلى زي ما حكينا، فبدي أحط عليه شوية ثوم مفروم. تمام، بدنا نقلبهم مع البصلة. طبخة بلا الثوم والبصل؟ لا ما بزبط نهائيا، ما بزبط. هلأ في ناس قولي بتضايقوا لأسباب صحية، ممكن حساسيات. أما إذا مش حساسية لا بزبطش بدونها. وبدي أحط شوية زنجبيل طازج تقريبا، يعني بدي أخلي شوي، يمكن أحطها بالصلصة. إذا بصل، ثوم، زنجبيل. هلأ بالنسبة للحمص، هون شو عاملة فيه أنا؟ طبعا يا مسلوق سلقينه من قبل بيوم، حاطينه بالمي قصدي نعينه بعدين سلقينه، يا أما بتجيبوا المعلبات. أنا صراحة بحب دائما أحكي الصراحة إنه هدول المعلبات. يعني أسرع لأنه مرات للست، بس هو طبعا اللي عندها وقت إنها تسلق أكيد الطازة أطيب يعني. طبعا هلأ الرز اللي عندي هون بسمتي، طبعا أنا غاسلته. هلأ شوفي، في اختلاف كتير على الرز البسمتي، في ناس ما بيحبوا يغسلوه رأسا، بطبخوه ما بنقعوه. أنا بحب أنقعه شوية، يعني بس 10 دقايق حتى أتخلص إذا في نشا زايد يعني. أنت من النوع اللي بتغسليه أو لا؟ أيوة أغسله أنقعه كمان. يعني في بعض الناس بيقولوا لك لا ما بنغسل رأسا بنسلق، بس أنا ما بحب. هلأ بدي أنزل الحمص عليهم ونبدا ننزل بالبهارات اللي عندنا. يسلموا هالايدين يا وسن. في عندنا طبعا شويه كركم حتى يطلع الرز هيك لونه على صفار اسكى، وفي عندنا كمون. هلا في اشي غريب شوي رح احطه، بس صدقوني كثير حيعطي نكهه طيبه، اللي هو الكراويه. كراويه. اوكي، هلا الكراويه مع الحمص ومع الكركم ومع هالقصص هاي رح تطلع كثير طيبه، فبنقليهم هيك كلهم مع بعض. هلا عنا الرز طبعا صفيته وغسلته زي ما قلت لكم، بدنا ننزله عليهم. كثير الاكله بسيطه، ما بدها شيء، بس هي اكله يعني كامله متكامله. هلا بدي اعمل لكم جنبها صلصه بندوره حره شوي تاكلوها جنبها، فاللي مش حابب يعمل دجاج ولحمه بيقدر، بس انا قلت لكم عامله كباب بس هيك عشان ما بحب ازعل الشباب ياكلوا رز. طيب خليني اصبح على اصدقائنا على الفيسبوك. ديما ام همام رمحي، اول شيء بحب اصبح عليكي، وبحب اصبح على تالا عبيدات صباح الخير، وعلى انغايا، حلو اسمك انغايا كيلاني، ابصر اذا انا حكيت اسمك صح. ايش اسمها؟ انغايا ولا انجايا ولا ما والله ما بعرف، بس ان شاء الله اكون حكيت اسمك صح. ابعثي لنا اياه هيك اسمك، ابعثيه بالعربي بلكي قدرنا نلفظه صح. صبح عليك يا ديما، بتقول لك بدها وصفه السنافر ضروري. على فكره يعني
هي ثاني حلقه بتنطلب مني وصفه السنافر، بس انا ما بعرف انه في شيء اسمه سنافر. طب صراحه يعني احكوا لنا اياها يعني، لانه احنا لما نسمع سنافر بخطر على بالنا اللابتوب ابيض ولونهم ازرق يعني قصدي كيكة سنافر، كوكي سنافر، ولا في اكل اسمه السنافر؟ مش عارف الصراحه. طيب خلينا يعني نعرف، والله انه يا رب حدا يقول لنا مكوناتها على القليله. هلا انا رح احط مي دافيه، مي دافيه ضروري جدا اللي عم بحكي، مش بارده لانه طبعا الرز صار سخن. وزي ما انتم شايفين لا حتى مكعب ولا شيء، هي النكهه يعني اوريدي قويه من البهارات اللي عندنا والكراوية، فما بدها يعني غنيه جدا. وحطيت لها انا ملح فما في اي داعي ان نحط لها مكعب، اللي بيحب يحط يحط، بس هي هيك اكلتنا تمام. فهلا انا رح اخليها تغلي شوي، بعد ما تغلي بنغطي عليها، بنخليها على نار هاديه لمده تقريبا 25 دقيقه عادي كيف بنسوي اي نوع رز. وبعد هيك انا اكيد محضره رز جاهز، بنبلش بالصلصه. كباب مع الصلصه الحاره، بدنا كيلو لحم مفروم، ربع كوب بقدونس مفروم، معلقة كبيرة زيت نباتي، بصلة مفرومة ناعم، حبتين ثوم مفروم، حبة فلفل حار مفروم ناعم، 3 حبات بندورة مقشرة ومعصورة، ربع كوب معجون الطماطم، ملح وفلفل، أيوة، معلقة سكر صغيرة ومعلقة صغيرة بهارات وربع كوب ماء. بلشنا نقلف البصلة. تمام، يسلموا هالإيدين. نحط شوية ثوم. هلأ شوفوا أنا رح أحط فلفل حار، اللي ما بحب بقدر يقيمه يختصره من الوصفة. أنا كيف في ناس ما بحبوه؟ هلأ إذن بصل، ثوم، فلفل حار ما نزلته كامل، يعني حطيت نص القرن تقريبا. هلأ هون عندي بندورة طازة مقشرة ومعصورة، مقشرة شايلة القشر وشو اسمه سر، يعني حطتها بمي شوي سخنه بعدين شايله القشر وعصرتها. بتقدروا تخلوها مقطعه قطع اذا بتحبوا، بس انا بحبها تكون ناعمه بهاي الوصفه. بوصفات ثانيه ممكن نخليها شقف. الله يسعدك يا وسن، شو انك رائعه. وسن قولي لي ايش اكثر شيء بتحبي؟ هلا انت قلتي لي كمان بتحبي تزيني كيك، مش هيك؟ شاطره، فرجتني صور. حدا علمك ولا لحالك؟ لا والله اول بدات لوحدي، اها، وبعدين اخذت دوره. بس اول شيء جلست يمكن سنه ونص اشتغل كيك لوحدي، ما شاء الله، انه ادور كتب و يوتيوب. برافو عليكي، برافو عليكي، برافو. يعني كانت كهوايه وبعدين الان ممارسه. هو انا مع الممارسه، يعني انه الواحد ياخذها هواي وبعدين يبلش هو مع حاله يتعلم من اغلاطه بصير احسن دائما. هلا في مثل بقول لك براكتس ميكس بيرفكت بالانجليزي، صحيح، انه مع الممارسه والتدريب كل شيء ممكن يصير الواحد يحققه يعني كأهداف بالشغل. ففعلا يعني هي مع الممارسة الواحد بصير يعرف كل شيء. وهلأ الدنيا كتير انفتحت، صار الواحد ممكن يتعلم على اليوتيوب، يعلم حاله ممكن. هلأ حطينا ملح وفلفل، يسلم ايديك حبيبتي، حطينا ملح وفلفل. مسكاك يا وسن، شو مصحصحة معي. هلأ بدي أحط لهم شوية مي، طبعا إشي بسيط، تقريبا نص كوب من المي. هي بتشبه الدقوس بس في اختلافات. في ناس بحطوا كمان كزبرة خضراء، أنا ما رح أحط، رح أحط نقطة من البهارات، تقريبا ربع معلقة صغيرة أو نص معلقة البهارات المشكلة، إلا ما تعطي طعمة طيبة. هيك إشي بسيط. ونخلي هاي الصوص هلأ تغلي. طبعا حطينا الملح والفلفل، حطينا نقطة سكر، دائما بنحط معلقة سكر زي ما حكينا بكسر الحموضة بالضبط. أنا هلأ بس بدي أبدأ بالكباب، بدي أحط عليهم شوية بهارات. وهون عندنا برضو من البصل ومقلى، يعني هيك نص تقلاية. هي وصفة يعني سهلة جدا، شوية بقدونس. هي زي ما حكينا مش الهدف من الوصفة الكباب أبدا، ولكن هو طبق يعني مرافق للأكلة. تيجي نحط شوية حر ولا بلاش؟ بلا والله ريحة حلوة، بدون بلاش بلاش حر بكفي. هي ريحة البهارات هاي اللي أنا بعملها على فكرة كتير قوية. طيب ديما هاي بدها قاعدة على كل حال أنا وياكي بعد ما نخلص نقعد بدنا نخرج حلقة السنافر. بحب أحكي لك كمان، بدي أصبح على صديقنا جيكوب لمبز اللي عم بحضرنا وبرضو عم بيعلق على الموضوع، بعرفها برضو. فات يدور عليها شو هي يا يعني جماعة. هلأ حطيت معلقتين زيت ليش؟ لأنه هون عندي وصفة لحم عجل، لو أنتوا عاملين الكباب بلحم ضاني أو خروف بيكون فيه دهنه، فما في داعي تحطوا زيت. أما إذا لحم عجل عادة بيكون أنشف، فبنحط بس معلقتين من الزيت النباتي. عن جد صار عندي فضول أعرف شو هي الوصفة. اسمعي ديما، الحوامدة عم بتقولنا أنه سنافر طبق حلو عبارة عن طبقات بسكوت وكريمة. خلص أوكي، ما هم مرات تعرفي بطلقوا تسميات الناس على بعض الأكلات،
بيكون مثلا ستي اخترعتها جد. اها وسجع عم بتقول نفس الحكي كمان وعملتها وصارت اكله. هلا خلص هاي هي الخلطه، انا بس بدي افرجيكم الخلطه. طبعا انتم بتعملوها على شكل اصابع، بتعملوها على شكل كرات، بتعملوها اذا على شكل اصابع بهذا الحجم. وانا حطيتها بصينيه مدهونه بالفرن بشويه زيت ودخلتها على فرن حرارته 180 لمده ثلث ساعه فقط، ما بدي اياها ينشف كثير. يعطيكي الف عافيه يا وسن. الله يعافيك. والله انك مبدعه عن جد. لا وهيك ريحتني اليوم. هيك اخذت عين انا اخذتني ريحتني انا حبيبتي كمان. لا بس انا صراحه بحب اساعدك ديما يعني. انت بتحبي وانت شاطره، انت شاطره بالطبخ. هلا قلتي لي انت مره انك بالطبيخ اشطر من الحلويات. مزبوط صح بنتا. احلاكي من سكري حلو. طبعا من سكري ولو كيف احطهم خليهم هيك احلى.